قال مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر إن السلطات البحرينية رفضت مغادرة البحرينيين العالقين في قطر إلى وطنهم على متن طائرة خاصة تتحمل الحكومة القطرية تكلفتها. قال البيان إن 31 مواطنا بحرينيا وصلوا إلى مطار حمد الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران، مؤكدا أن وزارة الصحة القطرية قامت بإجراء فحص كورونا كوفيد-19 المستجد للأشقاء البحرينيين القادمين من إيران، وأدخلتهم أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي في الدوحة لمدة أسبوعين على أن تتحمل دولة قطر تكلفة إقامتهم وعلاجهم. وقد تداول ناشطون صورا قالوا إنها تعود لعدد من البحرينيين العالقين أثناء وجودهم في مطار مسقط قبيل وصولهم للدوحة، حيث ظلت المنامة على موقفها الرافض لاستقبالهم. دعونا نتابع الصور. قصة المواطنين البحرينيين العالقين في الأراضي القطرية أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي. غرد الباحث البحريني عادل مرزوق يقول: أكرم بقطر قيادة وشعبا، كل التقدير والمحبة، وحماكم الله من كل سوء، اعذرونا فأنتم بالحال والأحوال أدرى. أما الناشط حمد المهندي فقال المغرد القطري حمد: ما قامت به دولة قطر تجاه العالقين البحرينيين هو أفضل تعريف لكلمة كعبة المضيوم. أما علي مهنا فكتب مغردا: من المسؤول عن إهانة وإذلال المواطنين البحرينيين في عمان وقطر وفي وموت ستة؟ هل المسؤول يتعمد هذا أم سوء تقدير منه؟ أيا كان السبب فيجب محاسبته وتدارك المأساة الناجمة عن سوء إدارته، أم ستبقى الأمور هكذا لا تحل وإذا حلت فبعد معاناة؟ أما صاحب الحساب التالي فقال: بقاء مواطن بحريني في بلد غربة حيران منكسر، ما عند حيلة ولا سند، وصمة عار على كل المسؤولين. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الناشط السياسي والمعارض البحريني علي مشيمة. علي، إذا هذا الخبر عن المجموعة من البحرينيين العالقين الآن في الدوحة، الدوحة استقبلتهم ووضعتهم في حجر صحي في أحد الفنادق هنا بالدوحة حتى ربما ترد المنامة على استقبالهم بعد رفضها، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ تحية لك وللمشاهدين، وبداية يعني نتوجه بالشكر إلى قطر دولة أميرا وشعبا، وأيضا إلى سلطنة عمان التي أرسلت أحد طياراتها إلى توصيل بعض العالقين. وفي الحقيقة ما يحدث الآن من مأساة ومحنة كبيرة إلى العالقين في إيران هو يشكل وصمة عار لهذا النظام الذي كشف عن وجهه وعن قبح وجهه في الكراهية وفي الطائفية وفي التعامل مع المواطنين الأصلاء، بينما تسير الرحلات بشكل طبيعي من الدول التي تحولت إلى بؤرة إلى مرض الكورونا. مثلا منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أوروبا تحولت إلى بؤرة إلى المرض، لكن ما زالت الرحلات تسير بشكل طبيعي من فرنسا ومن بريطانيا، وبينما تدأب كل الدول وفي مقدمتها الدول الخليجية تدأب لاستقدام مواطنيها من مختلف دول العالم، تمتنع البحرين من استقبال المواطنين. هنا السؤال علي، عفوا على المقاطعة، هنا السؤال: من المسؤول تحديدا عن هذا الأمر؟ من المسؤول عن منعهم من الوصول؟ حينما بدأت أزمة الكورونا، حينما دخلت أزمة الكورونا في منطقة الخليج، انبرى ولي العهد البحرين في المقدمة لإعلان خطة الطوارئ وللتعامل مع الإصابات في داخل البحرين، وهو الذي يوجه الوزارات والهيئات المختلفة في البحرين. لكن اتضح فيما بعد أن كل الإجراءات التي هو قام يعني في مقدمتها كانت ترمي إلى الحفاظ
القبض على إقامة سباقات الجائزة الكبرى، سباقات الفورمولا في البحرين. بعدما ألغي السباق يعني صمت ولي العهد صمت القبور، وظل ملف العالقين البحرانيين في مشهد ملفا عالقا وواقفا، إلى درجة أنه يعني فقدنا 7 أشخاص الآن في إيران، وأوضاع العالقين أوضاع مأساوية فعلا. يعني لك أن تتخيل أن يؤخذ بمرضى وكبار في السن ونساء لمدة 3 أيام يتنقلون من بلد إلى بلد، وكل يعني يحترمهم ويحتضنهم ما عدا دولتهم التي ترفض أن تأتي بهم، ويعني من غير وجود أي مبرر في وقت يعني تفرش السجاد الأحمر إلى يعني الأجانب من أي دولة في العالم. هنا السؤال علي، هنا السؤال سيدي، في النهاية هم مواطنون بحرينيون لهم الحق في العودة إلى بلادهم، سبب منعهم يرتبط بقدومه من إيران وهي إحدى البؤر الكبيرة لفيروس كورونا، أم ما السبب تحديدا؟ يعني هذا السؤال يجاوب عليه النظام. يعني لا يمكن أن يبرر بأن المعنى لأنهم قادمين من بلد موبوء، لأن ما زالت الرحلات تسير من الطيران المحلي من فرنسا، وفرنسا لديها إصابات وحالات موت يعني كثيرة، ومن الدول الأوروبية ما زالت الرحلات مستمرة من بريطانيا بمعدل 2 في اليوم الواحد، والبحرين أعلنت بأنها مستعدة وجاهزة وقد أقامت معسكرات للحجر الصحي إلى المصابين، فبالتالي لا يوجد مانع. بل البحرين حتى على لسان مسؤولين مختلفين قالوا بأننا لدينا خطة إلى إعادة العالقين الموجودين في مختلف الدول، لكن يبدو واضحا أن ما يحدث مع العالقين تحديدا في إيران يكشف عن الطبيعة السياسة الطائفية في داخل البحرين، وسياسة التهميش للمواطنين الأصلاء. هؤلاء بحرانيون أصلاء أبا عن جد، لا يملكون جنسية غير جنسية البحرين، وهم عوائل تشتتت. يعني هناك مثلا رب أسرة وعائلته أو أبنائه موجودون في البحرين. الأمر الآخر الذي يشكل صعوبة ويشكل يعني حالة من الإعدام إلى هؤلاء المواطنين الذين يفوق عددهم 1000 مواطن، أننا نتحدث الآن هم عالقون أكثر من شهر. يعني لك أن تتخيل ربما قبل شهر أحدهم مصاب بالكورونا وربما أحد ليس مصاب، لكن أن تبقيهم شهر في وضع يعني في محنة صعبة وفي بلد موبوء وفي ظل أزمة عالمية كبيرة، معنى يعني هذا أنك تقوم بإعدامهم وتتعمد المماطلة والتسويف. هنا سؤال آخر سيد علي، في النهاية إذا رجعوا إلى البحرين من حقهم القانوني أن يسائلوا وزارة ما، هل هي وزارة الصحة أم وزارة الداخلية أم وزارة الخارجية؟ ما الجهة المسؤولة؟ ما هي الجهة؟ ليس لك حق أن تسائل في البحرين، في البحرين لا تستطيع أن تسائل. ربما لو وجه هذا السؤال من أحد المواطنين لكان سيكون مصيره في السجن. أخي، محنة المواطنين في داخل البحرين، الموضوع العالقين هي نموذج، هي صورة مصغرة إلى المحنة الكبرى. لدينا آلاف أو آخرون في داخل السجون في أوضاع صعبة. ماذا لو انتقل هاي المرض في داخل السجون؟ ما هي الكارثة التي ستحدث في داخل السجون؟ حتى في الحجر الصحي الموجود في داخل البحرين هناك عملية يعني تشكل وصمة عار لطبيعة وطريقة وكيفية وسياسة تعامل النظام. واستضافة يعني قطر لهؤلاء العالقين هي لمسة كريمة، وهي في نفس الوقت تكشف كيفية وطبيعة النظام الذي يتعامل مع مواطنيه بهذه الطريقة، بينما يستضيفه الأشقاء الخليجيون الآخرون. يعني هذه محنة كبيرة. هنا أخرج بسؤال من كلامك السيد علي، أيضا خطيرة. هنا أخرج بسؤال من كلامك، الدولة التي تستضيفهم الآن دولة قطر، البحرين تشارك في حصار قطر لمدة تزيد عن 3 أو تصل إلى 3 سنوات حتى اللحظة. هذا المشهد كيف على الحكومة البحرينية أن تنظر إليه وتنظر له أنت شخصياً؟
أخي طبعا هناك فرق بين الشعب وبين النظام. النظام في داخل البحرين لا يمثل المواطنين، المواطنين في داخل البحرين لا ينظرون إلى الأشقاء في قطر إلا نظرة أخوة ولحمة، وهناك أيضا يعني مصاهرة، وهناك عوائل أيضا مختلطة بين البحرين وبين قطر، وموضوع الحصار هو يمثل رأي وقرار هؤلاء الحكام لتلك الدول، لا يمثل الحالة الشعبية. ولذلك الكل في داخل البحرين قدر وشكر لقطر هذه الخطوة ولم يستغربها أيضا من القيادة القطرية. وفي نفس الوقت هي كشفت عن الطبيعة العدوانية للنظام الحاكم في البحرين تجاه مواطنيه الذي يمارس عملية القمع لهم لمجرد إبداء رأيهم، أو لأنه يقصيهم لمجرد انتمائهم أو يعني خلفية طائفية، وهذا ما يحدث مع العالقين في داخل البحرين. تبقى أن هذه موضوع العالقين هي جريمة كبرى، وضحت المعالم راح ضحيتها 7 مواطنون، ولا نعرف ما الذي سيجري في قادم الأيام. ولذلك بدأ بعض العالقين يستغيثوا ببعض حكام الخليج مثل الكويت ومثل قطر، لأنهم وجدوا بأن نظام الحكم في داخل بلدهم نظام عدواني، نظام يبعث على الكراهية، ونظام للأسف يتعامل مع المواطنين الأصلاء بهذه المعاملة. شكرا لك، ونعتذر لضيق الوقت. السيد علي مشيمي المعارض والسياسي البحريني من لندن. كما ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد جميل مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان من لندن أيضا. سيد محمد، إذن كيف ينظر لهذه الحالة من وجهة نظرك لحقوق الإنسان؟ بالتأكيد هاي حالة فريدة من نوعها في ظل الجائحة التي يعاني منها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا. حكومات الدول تتعاون مع بعض بغض النظر على الخلافات السياسية لتأمين عودة المواطنين منعاً لأن يمسهم أي سوء، ومنعاً لتفشي هذا المرض. لكن للأسف الشديد السلطات البحرينية أعلت الخلافات السياسية على مصلحة المواطنين وعلى المصلحة العالمية العامة من حق هؤلاء المواطنين وفقا لشرعة حقوق الإنسان أن يعودوا لوطنهم في الظروف العادية. من حق المواطن أن يخرج من بلده وأن يعود إليها بدون أي قيود، ولا يجوز تحميل دولة أخرى عبء إقامة هؤلاء في الظروف العادية، فما بالنا في الظروف الاستثنائية. الظروف الاستثنائية يجب أن تقوم السلطات بجهود أكبر من أجل تأمين عودة مواطنيها، ولا يجوز لها التذرع بأي ذريعة لتأخير أو منع عودتهم. طيب سيد، نعم. سيد محمد جميل، هل رصدت أي حالة مشابهة من دولة أخرى أم هي الحالة الوحيدة الآن من قبل دولة البحرين؟ يعني حتى الآن ما نسمعه في جميع الدول، مثلا في بريطانيا نحن نعرف ونسمع أن الوزراء المعنيين يتحدثون عن إرسال طائرات في كل دول العالم لإعادة مواطنيهم. هناك دول أيضا أنشأت خدمات خاصة لتحري أماكن مواطنيهم لإعادتهم. يعني الدول بادرت وليس ولم تنتظر المواطنين لكي يبادروا، لكن الدول التي لا بعض عدد قليل من الدول التي لا يحترم حقوق الإنسان أو أن إمكانياتها المادية ضعيفة لم تكترث وتركت شؤون هؤلاء المواطنين على عاتق دول أخرى. لكن في موضوع البحرين لم تعدم الوسيلة ولم تعدم المال، عرض عليهم أن يتم نقل هؤلاء المواطنين بطائرة خاصة، وهذا حل يعني
جيد، هو يلبي طموح دولة البحرين المحاصرة يعني لدولة قطر وأحد الدول. يعني نحن نعيش للأسف في مشهد سوريالي، الدول المحاصرة أصبحت محاصرة يعني في ظل هذا الفيروس. فدعونا يعني على السلطات البحرينية أن تتحلى بشيء من الأخلاق والإنسانية. كفى عناد وكفى خرق لشرعة ومنظومة حقوق الإنسان. هؤلاء 31 شخص لديهم 31 عائلة ينتظرونهم، عليهم أن يقوموا بما يلزم لنقل هؤلاء المواطنين إلى إلى البحرين. هنا السؤال الذي طرحته على ضيفي السيد علي قبل قليل، ما الذي يدفع بدولة لعدم استقبال مواطن؟ هل فقط لأنه جاء من إيران، أم لأنه جاء من دولة موبوءة، أم أنه موجود الآن في قطر؟ ما الذي يدفع لدولة أن تمنع مواطنيها من دخول بلدهم؟ هذا سؤال يعني لا أستطيع أن أجد له إجابة. شوف، المواطن يكون حظه سيء إذا كان مواطنا تابعا لدولة قمعية، دولة تحكم بالطائفية، تحكم بالعرقية، هذا ابتداء. هؤلاء حظهم يبدو سيء، تجمعت عليهم ظروف مختلفة، إيران وحصار قطر. ويعني إذا كان المواطن يعني في مسقط هناك كانت 72 عائلة. طيب أقاطعك عذرا سيد محمد، يعني أقاطعك سأعود إليك، ولكن استمع معنا هذا الخبر الذي ورد حاليا من وكالة الأنباء البحرينية، حيث أعلنت قبل قليل بأنها ستقوم بترتيب رحلات إجلاء يوم غد للمواطنين العالقين في الدوحة، وعلى السلطات القطرية عدم التدخل بما يؤثر على خطة الإجلاء القائمة لعودة المواطنين البحرينيين لبلدهم وبما يحفظ صحتهم وسلامتهم. في حين علق أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية بقوله على هذا الخبر: قليل من الحياة، مواطنيكم منذ شهر تتقاذفهم المطارات والآن فقط تسألون عن سلامتهم. سيد محمد، استمعت إذا لبيان وكالة الأنباء البحرينية ولرد السيد أحمد بن يعني سعيد الرميحي؟ يعني ماذا يعني عدم تدخل السلطات القطرية في إجلائهم؟ أنا مش فاهم، هل ستدخل قوات بحرينية مثل مخلوقات فضائية لتأخذ هؤلاء؟ يعني أي تكبر وأي تحقير لأبسط البروتوكولات التي يعني يتم الحديث فيها في ظل هذه الظروف. أقل اتصال مع الشركات الناقلة، في سلطات في دولة لها سيادة يجب أن يتصلوا في وزارة، من وزارة الداخلية إلى وزارة الداخلية، يسير بلاش قسم الهجرة بقسم الهجرة في موظفين لترتيب عملية نقل. بعدين يعني دعونا من التكبر. كان هناك قبل أيام اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الجائحة، وشاركت فيه قطر في أحد الدول الخليجية. يعني لماذا في المسائل في الأزمات الإنسانية نحاول أن نضفي طابعا إشكاليا على قضية يمكن حلها بسهولة بالتنسيق والتعاون؟ أنا بصراحة الخبر ما فهمتوش، يعني لم أفهم آلية إجلاء البحرينيين العالقين في قطر. يعني فهمت أنه ممكن بدهم يقوموا يرسلوا طائرات عسكرية إلى مطار الدوحة، يعني هذا الشيء. هل ضايقهم أن الدوحة تكفلت بنقلهم على حسابها الخاص؟ نعم. هل يضايقهم أن الدوحة تكفلت بنقلهم على طائراتها؟ يا سيدي، الحكومة الأردنية نقلت
طلاب تونسيين ومصريين كانوا عالقين في إيران على نفقتهم الخاصة، والأردن إمكانياته بسيطة. يعني هل هذه مدمة أم إذا نقلت الدوحة مواطنين من أي دولة على نفقتها الخاصة، هل هذا يدعو إلى المديح أم إلى الذم والتشكيك؟ نحن في ظل جائحة عالمية، كل أي دولة أي فرد يقدم شيء لتخفيف مصاب الناس فهذا ترفع له القبعة. أما الذين يحاولون إثارة الإشكالات في ظل هذه المصيبة الكبيرة، هؤلاء يجب أن يحاسبوا. إذن سيد محمد، بنظرة من وجهة أيضا نظر حقوق الإنسان، فكرة إدخال السياسة في هذا الملف، في هذا الظرف الذي يتفشى فيه هذا المرض عالميا، وأن قدمت الدولة التي تستضيفهم الآن أيا كانت سواء قطر أو غير قطر، قدمت اليد المبادرة لإرجاع مواطنين إلى بلدهم، ثم ترفض الدولة، ثم تقول أن على الدولة المستضيفة ألا تتدخل في نقلهم. هذا المنظر الذي ينظر له بشكل عبثي كما يتضح الآن من تغريدات الناس على هذا الخبر، كيف تنظرون لهم من وجهة نظر حقوق الإنسان؟ يعني عندما في ظل هذه المصيبة، كما شاهدنا ترامب وتصريحات ترامب في التدخل في مسائل طبية ومسائل سياسي، يفتي ويكتب وصفات طبية، أدى ذلك إلى وفاة عدد من المواطنين حول العالم. الآن إذا السياسة بدها تتدخل في مسائل حقوقية بحث المواطنين، مسائل أساسية في عودة إلى بلادهم، في سلامتهم، في أمنهم، في هذا سيؤدي إلى موت الناس، وسيؤدي إلى انتشار هذا الوباء. فالأفضل أن تتنحى السياسة قليلا جانبا، سئمنا تدخل السياسة الكثير في حقوق الإنسان، والذي أدى إلى مهالك، وأدى إلى إزهاق أرواح، وأدى إلى انتهاكات جسيمة، وأدى بنا إلى أننا لدينا مؤسسات قضائية وعدلية تافهة لا تقوم بأي واجب من واجباتها نتيجة التغول السياسي. دعونا الآن في ظل هذه المحنة، في ظل محنة كورونا، أن ننحي السياسة جانبا، أن ننحي المناكفات السياسية جانبا، ونجرب في هؤلاء 31 مواطن ونعيدهم بسلام وأمان إلى وطنهم البحرين. هذا امتحان، يعني امتحان بسيط. أعتقد العاقلين في الحكومة البحرينية، إذا كان في عاقلين، يستطيعوا أن يعتمدوا مسقا للتعاون مع نظيرتهم في قطر من أجل حل هذا الإشكال. شكرا لك سيد محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان من لندن.